سلطه سهله بالكسكسو والخضر كتجي لذيذه ومنعشه. تبعوا معي الحلقه باش تشوفوا طريقه التحضير ديالها. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمه مع حليمه. وصفتنا اليوم سلطه بالكسكسو لشرائح اللحم والخضار. وصفه سهله لذيذه وكتستحق التجربه. فبقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوا. غادي نحتاجوا في المكونات فلفله حمراء وخضراء مقطعين مكعبات صغيره، شرائح اللحم مقطعه بشكل طولي، حمص مفزك حتى كيرطب وكنسلقوه مع الماء والملح، مطيشه مقطعه مكعبات صغيره، موتزاريلا مقطعه بهذا الشكل، زيت، صوص سلاد بالبازيليك، موطارد، ملح، بزار، معدنوس، وكسكسو اللي كيكون مبخر او اللي ممكن اننا نحضروه في ساكي وجد، كنديروه في شي جبانيه وكنغطيوه مزيان بالماء غليان، كنغطيو عليه حتى كيتنفخ كيكون واجد. نخليكم مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه كناخذوا شرائح اللحم اللي كتكون رقيقه ومقطعه بشكل طولي، كنديروا معها واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد، شويه ديال البزار والملح وزيت المائدة أو زيت الزيتون. غادي نحاول ندهن هذوك الشرائح كاملة بهذه التبيلة هذه وغندوزو مباشرة باش نقليوها في المقلة. بعد ما تبلنا اللحم غنمشيو مباشرة نديرو في المقلة وغنكتفيو غير بديك المعلقة ديال الزيت اللي درنا فقط، كنخليوه كيتشحر من الجهتين حتى كنحسوا به انه طاب، ونرجعوا باش نزيدوه مع باقي مكونات السلطه. بعد ما طيبنا او قلينا شرائح اللحم كنخليهم على جنب وكنخلطوا جميع المكونات. كسكسو كميه اختياريه، ممكن تديروا 250 غرام مثلا او اقل، هنايا تقريبا غير 100 غرام. بالنسبه للكميه ديال الكسكسو فغتبقى على حساب الرغبه ديالكم. غادي نزيدو معاها الحمص كيف قلت اللي كنفزقوه وكنسلقوه مع الملح والماء، مطيشه، الخضر كلها مقطعه صغيره، فلفله حمراء، ممكن طبعا نستعملوها مشويه ومنقيه حتى هي كتجي مزيانه في المذاق ديالها، والخضر مربعات ديال الموتزاريلا، ممكن نعوضوه بالفرماج الاحمر او اي فرماج كتفضلوه، معدنوس، وغادي نزيدو صوص سلاد بالمذاق ديال الريحان او ديال البازيليك واحد 3 المعالق كبارين، وغادي نزيدو شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، وفي الاخير شرائح ديال اللحم اللي قلينا. صافي غادي نخلط كلشي وغنديروها في الثلاجه تبرد مزيان. صافي غادي نخلطوا السلطه ديالنا مزيان نديروها في الثلاجه حتى كتبرد ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها في التقديم. الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا بعد ما بردات واحد شويه كنقدموها يعني بطريقه اللي بغيتوا، كتجي لذيذه وكما لاحظتوا سهله بزاف في التحضير. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها. كنشكركم دائما على المتابعة وما تنساوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامجكم وليمة مع حليمة، وإلى اللقاء.